الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. انطلق بحفظ الله شوط الثنايا القعدان. إذن أسير المحليات أسير وأتابع المقدمة والصدارة هنا لأرى الدرع ومايد بن محمد. هنالك هملول حمدان اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الصدارة ومع المقدمة والمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثاني. متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام من وصل مع ثاني الأسماء وصل وبران. وبران سمو الشيخ حمدان بن راشد بن محمد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير مع الواثق حمد بن راشد. فهد بن حسين النعيمي المركز الثالث. من وصل على ثالث الأسماء سراب راشد اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير مع تيق بالعرطي مع ثالث الأسماء رابع المراكز. من وصل على رابع الأسماء الأسد لهجن العاصفة والواثق راشد حمد بن راشد بن غدير الاكتبي مع رابع الأسماء خامس المراكز. من وصل مع خامس الأسماء وصل محمس وهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي المركز السادس. من وصل شاهين هجن الرياسة للمضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مع سادس الأسماء سابع المراكز. من وصل على سابع الأسماء مشاهدينا الكرام وصل سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن سعيد المكتوم. عملية التضمير مع تيج بالعرطي مع سابع الأسماء ثامن المراكز. من وصل عالي سمو الشيخ محمد بن ذياب آل هيان. عملية التضمير مع صادق بن فضل الأمين مع ثامن الأسماء التاسع المراكز. من وصل محمس هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي مع تاسع الأسماء عاشر المراكز. وصل مياس اسمه الشيخ سعود بن فيصل القاسمي عبد الله بن سعيد الخاطري في عملية التضمير. والمتابعة عود إلى المقدمة إلى الصدارة. هناك هنالك هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع المقدمة مع الصدارة. بينما مشاهدينا الأعزاء ثاني المراكز. من وصل على ثاني الأسماء هنالك هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير مع أحمد بن حسين النعيمي. لكن هنا التسلل من الأسد هجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. ومن وصل هنا وصل شاهين هجن العاصفة. عملية التضمير مع أحمد بن مطر بن ماي الخيالي مع رابع الأسماء خامس المراكز. وصل محمس هجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي راخى سادس الأسماء. من وصل مع سادس الأسماء وصل هنا عالي سمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان. عملية التضمير مع صادق بن فضل الأمين مع سادس الأسماء السابع المراكز. من وصل هنا الدرع سمو الشيخ مايد بن محمد بن سعيد المكتوم. عملية التضمير مع محمد
بالعكو العامري مع سابع الأسماء. إذن متابعينا الكرام ثامن المراكز وصل سراب سمو الشيخ راشد بن حمدان بن سعيد المكتوم عتيج بالعرطي. من يتابع هنا سراب مع سابع المراكز ثامن الأسماء متابعينا الكرام. تاسع المراكز متابعينا الكرام وصل العفاد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير مع عبد الله بن ثعالب الهاجري. مع تاسع المراكز عاشر الأسماء من وصل العاصوف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عملية التضمير مع علي بن راشد بن غدير. إذا نعود مشاهدينا الأعزاء إلى المقدمة إلى الصدارة هناك هملول 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 أحمد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. من يتابع هملول مع المقدمة ومع الصدارة ثاني الأسماء متابعينا الكرام. من وصل على ثاني الأسماء هنالك شاهين هنا ثاني الأسماء. من وصل متابعينا الكرام وصل هنا هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير مع حمد بن حسين أو فهد بن حسين النعيمي. مع ثاني الأسماء ثالث المراكز وصل شاهين هجن الرياسة عملية التضمير مع أحمد بن مايد أو أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. مع ثالث الأسماء رابع المراكز من وصل على رابع الأسماء من اندفع هنا عالي 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 سمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان عملية التضمير مع صادق بن فضل اللامين. ومن وصل وصل الأسد هجن الرياح هجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. لا لكن خلوني مشاهدينا الكرام مع الصدارة مع المقدمة هملول 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 سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير مع فهد بن حسين النعيمي أو أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. مع الصدارة ومع المقدمة بينما ثاني الأسماء هنا هملول أيضا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير مع فهد بن حسين النعيمي. ومن وصل هنا وصلت هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. يا سلام يا سلام يا سلام هملول مع الصدارة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع الصدارة. لكن وصل هملول أيضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وقيادة بقيادة فهد بن حسين النعيمي. مع ثاني الأسماء هجن العاصفة تصل مع ثالث الأسماء بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. ومن وصل هنا وصل عالي بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان صادق بن فضل الأمين في عملية التضمير. لكن هملول هملول مع الصدارة مع المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام سمو الشيخ حمدان بن راشد بن غدير أو حمدان عفوا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. لكن من وصل من وصل هنا وصل عالي بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان صادق بن فضل الأمين. لكن هم
لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير أحمد بن سلطان بن رشيد السوادي. لكن عالي 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 تسلل إلى المقدمة إلى الصدارة سمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان صادق بن فضل الأمين في عملية التضمير. الله 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 وصلت هجري العاصفة مع محمس بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. لكن عالي 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 راح بالناموس راح بالسلامات. لكن هجري العاصفة وصلت هجري العاصفة. لكن عالي 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 سمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان سلام سلام علي سلام سلام محمد سلام سمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان سلام صادق بن فضل الأمين في عملية التضمير. تهانينا تهانينا وألف مبروك سمو الشيخ محمد بن ذياب نهيان صادق بن فضل الأمين في عملية التضمير. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل محمس لهجر العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن قدير الكتبي. المركز الثالث من وصل وصل العفاد وسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله. شاهين هجر الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الرابع أو خامس الأسماء هملول سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. إذن التوقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية واحد جزء من الثانية. إذن تانينا والناموس سمو الشيخ محمد بن ذياب النهيان والصادق فضل الأمين مع عالي سمو الشيخ محمد بن ذياب النهيان المركز الثاني. وصل محمس هجن العاصفة بتوقيت زمني 12 دقيقة 55 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تارينا والناموس الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثالث من وصل مع ثالث الأسماء. متابعينا الكرام وصل هنا العفات سمو الشيخ حمدان بن راشد والتوقيت الزمني 13 دقيقة 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتهاني موصولة للمضمر فهد بن حسين النعيمي. تهانينا وألف مبروك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نتواصل معكم في أمسية هذا المساء مع انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاق